السلام عليكم يا رجالة، بسم الله. كنت جبت المروحة دي وعايز أشاركها معاكم لو حد حابب يجيبها. اسمها زي ما احنا شايفين كده، وكان في منها برضه كنا جايبينه وينجز حجم كبير اللي هو للورش وكده. يعني هي صراحة يعني اشتغلت بيها، هي بقى لها معانا كده هو سنة زي ما احنا شايفين كده رجالة. نيجي نوصل الكهرباء شغالة كده تمام. سرعات، سرعة من 3 سرعات ماشي، ومن هنا كده زي ما احنا شايفين كده رجاله ماشي، وده اللي بيثبت الحركه يعني ماشي. وهنا كده بمسمار كده بتحله، بتحل الاطار دوت والشبكه لو حابب يعني تنضفها او حاجه. ودي بلاستيكه حمايه بتركب هنا كده اهوت، اهي زي ما احنا شفنا كده الحمايه للمسمار اللي انت بتحل منه الشبكه يعني. فدي اقصى سرعه كده كده 3 تمام. يعني حبيت اشاركها معاكم للي حابب ياخد فكره. اعجاب يا رجاله، السلام عليكم.